بكم إلى موجز أخبار الآن. وجهت قيادة العمليات المشتركة العراقية نداءات صوب المناطق غير المحررة في قضاء تل عفر، تحث فيها المدنيين على التوجه إلى المناطق الآمنة وتدعو أفراد داعش للاستسلام. وحررت قيادة عمليات قادمون يا تل عفر 27 حيا من أصل 29، مؤكدة أن المساحة المتبقية تحت احتلال التنظيم تقلصت إلى 500 كيلومتر مربع. استهدفت مدفعية الجيش اللبناني مسلحي داعش في جرود لبنان الشرقية في إطار عملية فجر الجرود، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم. إلى ذلك اعتقلت الأجهزة الأمنية شخصاً ينتمي إلى داعش كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية. وقال البيان العسكري إن الرجل أرسله أفراد من داعش في سوريا لاغتيال ضابط كبير في الجيش. قال تقرير للأمم المتحدة إن نصف المحاصرين في مناطق احتلال داعش في الرقة هم من الأطفال، ويبلغ عددهم 10,000 طفل يعانون من ظروف بالغة الصعوبة بينها غياب المرافق الحيوية إلى جانب معايشة القتال الدائر هناك. بدوره دعا مستشار الشؤون الإنسانية للمبعوث الأممي إلى سوريا إلى تعليق القصف لفتح ممرات آمنة لإجلاء المحاصرين إلى وجهات أكثر أمناً. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن حادث الطعن الذي وقع في بروكسل وأسفر عن إصابة جنديين بجروح طفيفة، وأصيب منفذ الهجوم بطلقات نارية وتوفي لاحقا متأثرا بجراحه بعد هجومه على 3 جنود في وسط العاصمة البلجيكية بروكسل. تحرك هارفي أقوى إعصار يجتاح ولاية تكساس الأمريكية منذ أكثر من 50 عاماً ببطء فوق اليابسة، فهطلت أمطار غزيرة يتوقع أن تتسبب في سيول كارثية بعدما ضرب الساحل برياح عاتية بلغت سرعتها أكثر من 200 كيلومتر في الساعة، وانهارت العديد من المنازل وتضررت الكثير من المنشآت والبنايات الأخرى، واقتلعت الرياح أسقف بعض المنازل. في مسابقة فريدة من نوعها أقامها معرض للجنائز في اليابان، قام بعض المتطوعين بإظهار مهاراتهم في خلع ملابس المتوفي دون إيذائه، وتقوم لجنة التحكيم بتقييم مهارة المشاركين وكيفية تعاملهم مع جثث الموتى عن طريق بعض الملاحظات الدقيقة التي تختصر في عدم انحراف الجثة يميناً أو يساراً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.